ديما مرحبا بكم الناس الكلون ما تابعوا فينا على القناة الوطنية الثانية. هذا هو هاشتاغ ثقافة. اليوم نتقابلوا من خلال البستوف باش نشوفوا أهم وجل التظاهرات اللي تعديت خلال أسبوع. اقعدوا معنا حصتنا تبدأ توا. مرحبا بكم الناس الكل. في بيستوف اليوم نرجع على حضرة رجال تونس وأجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف وتظاهرات ثقافية أخرى. خلينا نشوف أهم تفاصيلها وتكون فرصة للناس اللي ما تابعتناش خلال الأسبوع باش تشوف شنو أهم التظاهرات في الساحة الثقافية. نتفرجوا ثم نرجع. بمناسبة المولد النبوي الشريف نظمت أوكي إيفنتس عرض حضرة رجال تونس بقيادة الشيخ توفيق دغمان بالمسرح البلدي بالعاصمة. إقبال منقطع النظير بلغ حد الدخول أمام شبابيك مغلقة. برنامج معناها باش يبدا بقطاعة جديدة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبعتالي ديما كالتامبر نتاع حضرة رجال تونس اللي ما نجموش نستغناو عليه، على خاطر المتفرج التونسي يعرف شنو التامبر نتاع الشيخ توفيق دغمان مثلا، باش يلقى مكة السلطان يا شيخ محرز، مكي السلطان يا بابا محرز، مكي السلطان خبرك تواتر في كل وطن يا بابا محرز، مكي الشيخ الكامل حضرة رجال تونس بقيادة الشيخ دغمين، الشيخ توفيق دغمين. راكم كما قاعدين تشوفوا عرض متكامل، عرض رائع، عرض عالمي، هذا انا نسميه في المسرح البلدي. وان شاء الله ديما مولدكم مبروك، وان شاء الله تونس بخير. الله أكبر، 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 الله أكبر،
التونسي هو اللي عنده الغرام اكثر كومبلي قبل بدو جوغ الكيشي فيرمي اللي هو حاجه صعيبه على السبيكتاكل في المسرح البلدي. الجمهور يختار والجمهور هو اللي يحب الحضره ونحن نلبيو طلبات الجمهور. ما شاء الله عليك مبدع التونسي. جارد الاشواق يا حبابي خاص وقاعدين نخدم على لي زارتيست الكبار. عندنا دي بروغرام كبار ان شاء الله باش نشاركوا في مهرجانات كبيره في الصيف ان شاء الله مهرجان بيرزارت اكسيتيرا وعنا عروض اخرى في المسرح البلدي وقاعدين ننجو. فرصة باش واحد جاب العائلة باش يتفرج شوية ويبدل جو ويعيش جو متاع العادات والتقاليد متاعنا ونرجع شوية هكا للروحانيات. خاطر الروحانيات بصراحة هي اللي تنقص برشا ستريس تنقص برشا تنسيون وإن شاء الله إن شاء الله يكون واحد جاي عدى سهرية باهية وإن شاء الله اللي جاي عليه واحد يلقاه. حفل جنح بالحضور إلى عوالم الروحانيات واستحضروا فيه عبق الحضرة التونسي والأغاني التراثية.
تحتفل كسائر مدن الجمهورية والعالم الإسلامي بعيد المولد النبوي الشريف. هذه المدينة التي تعرف بكثرة زواياها وجوامعها والتي تشهد احتفالات ذات خصوصية، حيث يتوافد أهلها على زيارة الأولياء وخاصة على ضريح سيدي أبو علي السني. بعد اختتام مهرجان الروحانيات اللي كان نجاحها منقطع النظير، المرة هذه مدينة نفطة في إطار الاحتفالات بمئوية بلدية نفطة وبالتنسيق مع مكونات المجتمع المدني ومع بعض الفعاليات الطرقية في نفطة تنظم سهرة بمناسبة المولد النبوي الشريف. حبيناها تكون رسالة من مدينة نفطة إلى كل أبنائها في الداخل وفي الخارج لإعطاء قيمة لهالحدث هذايا الروحي اللي الناس كل والجمهورية كاملة في مختلف الجهات كان الاحتفال به متميز السنة هذه. البارح كان في مدينة توزر احتفال رائع وممتاز، اليوم مدينة نفطة كيف كيف بالشموع وبالفرق الصوفية اللي معروفة بها نفطة، نحاول نحيي الذكرى هذه ونعيد إحياء الموروث التراثي للمدينة العريقة هذه. وبالمناسبة هذه نحب نهنوا كل أبناء وبنات مدينة نفطة في الداخل وفي الخارج وكافة الشعب التونسي والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف. اليوم احتفالا بالمولد النبوي الشريف بنفطة حضرنا حفل خاص، حفل بعنوان سلاطين الحضرة. الحفل باش يكون فيه برشا أغاني الحضرة سيدي أبو علي، احتفال بمولد النبوي الشريف، حضرنا أغاني صوفية خاصة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. كما ما ننسوش عندنا أغنية عبد الباقي هي المشهورة النفطة للناس تستنى فيها برشا في أنحاء تراب الجمهورية. سي مراد المولد في نفطة كما نعرفوا عندها نكهة خاصة، نكهة المولد في نفطة ما هيش كي برشا بلايس، هي عاداتنا عادات جدودنا عادات بياتنا. الاحتفال بالمولد عنده طعم خاص بهذه المدن وخاصة في إعداد بعض الأكلات التي تتنوع لتعطي فسيفساء من العصيدة، من عصيدة التسميد، عصيدة رب التمر وعصيدة التمر. ثم عندنا عادات، ثم اللي يعمل عصيدة الشعير، ثم اللي يعمل عصيدة القمح، ثم اللي يعمل عصيدة مثلا السميد وعسل وزيت زيتونة، ثم اللي يعمل عصيدة هذه قمح ورب وزيت زيتونة. الرب شنو هو سعر؟ رب تمر يطيب ويتصفى يولي كل عسل وزيت زيتونه بطبيعه الحال اللي نتاع عوايدنا. هذا تخلي جديد في عاده جريد، ما كانش موجود قبل الرب. لا من اللي خلقنا موجود، بالعكس احنا مالي تمر بطبيعه الحال، احنا الرب احنا اللي نعرف نطيب واحنا نعرف نخدمه. سمعت حتى كي نعملوا الزقوقي العوايد هذه ما نقطعوهاش، هذه ديما موجوده نعملوها. تمشي للجامع، تمشي للجوامع كل تلقاها معبيه، للجيران تلقاها. احنا نفرقوا على بعضنا، طيبوا ونفرقوا على الجوارين، صحن 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 على العاده، ونعملوا للصغار عصيدة الزقوق كل قادر وقادره. يعطيك الصحه. شفنا العصيده وشفنا أكل اخرى اللي بالحلوى هذيك زينه. هذيك شنو هذه؟ هذيك نقولوا احنا يا الزريقه. الزريقه واش معناها؟ الزريقه هي معناها حتى هي اكله جريديه شعبيه في خاصه في العريس، ما يخطاش عليها، ما يخطاش في بيت ديما يخدموها. وش هي؟ عجنه، معناها يعجنوها بالسميد، سميد الرطب، الرطب ولا سميد مخلط بالحرج، ويعملوا لها بعدين السكر، وفما اللي يعمل حتى شويه عسل وزيت زيتونه والدهان. خاصه احنا تو ما عادش الناس تاكل به الدهان، اما هاني بالزيت زيتونه يمشي ياكلوه خاصه الصغارات، اما الكبارات يحبوا بالدهان. كلهم بتمر العسايد، كلها تمر، ويعني حتى ما فيهاش سكر، كلها سكرها طبيعي، سكر متاعها طبيعي. هذه فيها معناها تمر لهنا ولهنا تمر ومزينه. أبن من الزقوق ظهر لي. إيه صحيح، أبن من الزقوق التمر. أيوة هذه كيف كيف؟ هذيك كلها تمر ومن فوق فيها الرب، يعني الرب هو زاده تم نوع من التمر يولي معجون. هذه احتلت معناها تو العادات والتقاليد في الجريد. إي احنا معروفين بالدقلة وعندنا الدقلة بزايد، علاش لا ما نستغلوهاش في عصايد، يعني في عود الزقوق وكل شيء عندنا احنا زاده الدقلة نعملوا بها عصيدة. هذه 250 غرام تعمل لك 6 صحافي نتاع 250 غرام دقلة. إي 250 غرام دقلة تقريبا 15 2000 فرنك دقلة. إي عصمنا عندنا نحن معناها 250 غرام دقلة، تحطها في الماء قدها هي في الصحفة اللي عملت فيها الدقلة
تعمل فيها ماء مرتين وتخليها طيب، يعني تخليها طيب الطيب لين تولي طايبة كعبة الدقلة، بعدين تحطها في بالمكسير معناها تشدها يعني تولي تعملها كأنها تولي عجينة. من بعد تصب لها الماء مرة أخرى، زدها صحفة ماء أخرى وتحطها تغلي، وتزيدها 250 جرام متاع فارينة، سكرها طبيعي ما فيهاش سكر زايد، السكر اللي فيها السكر متاع الدقلة هي طبيعتها دقلة حلوة وفيها عطرشية. أبناء الجهة وخاصة شبابها اختاروا هذه السنة وبالاشتراك مع بلدية نفطة التي تحتفل بمئويتها تزيين البلاد بالشمع لتضيء جانب مهم من الشارع الرئيسي، مكان شهد توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة. شنو عملتوا بالضبط شباب نفطة؟ باش عملتوا الأجواء هذه؟ زينا نفطة بالشموع وكتبنا بالشموع المولد النبوي، وهذه معناها حملة عملها شباب نفطة، ما فيها ما عندهاش حتى دخل بحتى جمعية بحتى حزب، عملتها طوعي من شباب نفطة وكهو. كيفاش لميتوا الفلوس؟ كيفاش معناها شكون دعمكم؟ شكون عاونكم؟ هذو ما معناها تبرعات من عند شباب نفطة ومواطنين بالطبيعة اللي يحبوا، معناها عندهم أمل إنه نفطة تنجم تتصلح، ومعناها عندهم أمل في قدرات الشباب اللي شنو ينجموا يعملوا حاجة بيها كيف نتربوا من الصغرى، معناها نتعلموا كيفاش ننظفوا بلادنا ونزينوا بلادنا، ونفطة بلاصة مزيانة برشا وزدنا زيناه. نفطة أو الكوفة الصغرى نسبة إلى كوفة العراق، وهي مدينة تاريخية كسائر مدن ولاية توزر، وتعتبر ثاني مدينة دينية بعد القيروان، تضم أكثر من 100 بين زوايا أولياء الله الصالحين والجوامع، وتشهد هذه الربوع خاصة في الاحتفالات الدينية كعيد المولد النبوي الشريف والأعياد الدينية الأخرى كعيد الفطر وعيد الإضحى المبارك، احتفالات ذات خصوصية تحمل طابع مميز تختص به ولاية توزر وربوع الجريد عامة. تظاهرات وأحداث ثقافية كنت اليوم شفت تفاصيلها مرت خلال الأسبوع، شاهدناها من خلال بيست أوف هاشتاج ثقافة. في النهاية مقعد لكم مش نقول لكم كنت بحال خير، ونتقابل معكم في حصة جديدة. في الأمان وباي باي.